السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كان مسموع نقدم لكم مختصر السيرة النبوية في سطور، الحلقة السابعة. اراد بنو سلمة ان يتركوا ديارهم، وكانت في اطراف المدينة بعيدة عن المسجد النبوي ويقترب من المسجد النبوي، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، أي أن تكون أطرافها خالية، فنهاهم وقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم ولكم بكل خطوة إلى المسجد أجرا، فثبتوا في منازلهم. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة جاءه الوحي بتشريع الجهاد، فأنزل الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الغزوة هي كل بعث خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، سواء قاتل فيها أو لم يقاتل. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة، أولها غزوة الأبواء وتسمى ودان، وآخرها غزوة غزاها هي غزوة تبوك. أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، والهدف اعتراض قافلة لقريش. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية، والهدف قافلة لقريش، وصار بينهما رمي بالنبال. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سرية ليعترض قافلة لقريش، ففرت القافلة. أول من توفي بالمدينة من المسلمين بعد الهجرة هو كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا. في صفر على رأس 12 شهرا من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة له، وهي غزوة الأبواء وتسمى ودان لاعتراض قافلة لقريش. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من هجرته في غزوته الثانية، وهي غزوة بواط لاعتراض قافلة لقريش. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة الثالثة، وهي غزوة العشيرة، وكانت في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم. لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشيرة إلا ليالي، ثم خرج في غزوة سفوان وتسمى أيضا غزوة بدر الأولى. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن كحش رضي الله عنه بسرية إلى منطقة نخلة، والهدف اعتراض قافلة لقريش، فأدركوها، فقتل عمرو بن الحضرمي وهو أول كافر يقتل في الإسلام، وأسر عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان، وغنموا كل ما في القافلة، فكان في سرية نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه أول قتيل وأول أسرى وأول غنائم في النصف من رجب من السنة الثانية للهجرة. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة. في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرض صيام رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه توفي في بداية سنة 11 للهجرة. وفي شعبان من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرض زكاة الفطر، وفرضت قبل زكاة الأموال. وفي رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى، وهي يوم الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل. غزوة بدر الكبرى خلد الله ذكرها في القرآن، وخصها الله بخصائص لم تكن لسواها، ومن شهدها من الصحابة هم أفضل الصحابة. غزوة بدر الكبرى نصر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، وقر عينه وقويت شوكة المسلمين. توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة، وكان زوجها عثمان بن عفان، ورزق منها ابنه عبد الله ومات صغيرا. دخل على المسلمين أول عيد فطر في الإسلام، وذلك في 1 شوال من السنة الثانية للهجرة. في السنة الثانية للهجرة تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أطهر وأشرف زواج. رزق علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم جميعا.